رعى سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن احتفال كلية القديس يوحنا دولاسال الفريد بتخريج الفوج 64 من طلبتها المتميزين وسط حضور أهالي الطلبة الخريجين والهيئتين الإدارية والتعليمية. وبهذه المناسبة أقيم قداس إلهي في كنيسة القديس يوحنا دولاسال ترأسه المطران الشوملي بمشاركة الأب عصام الزعمط كاهن الرعية، حيث تضمنت عظة القداس توجيهات للطلبة لأن يختار كل واحد منهم طريقه لإكمال مسيرته، مشيداً بنفس الوقت بدور الأهل والمعلمين في بناء الأجيال وصقلهم. لنتذكر أن الله يحسن إلينا باستمرار، نحن نعيش من حسنة الرب، من حسنات الرب علينا 24 ساعة بالنهار 7 أيام بالأسبوع، بذلك ليلهج لساننا دوماً بكلمات هذا المزمور الجميل: باركي، باركي يعني أشكر، باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع حسناته. أيها الخريجون والخريجات، اليوم عبروا عن امتنانكم لله وامتنانكم لمعلميكم ولأهلكم ولجميع من له فضل عليكم بهذه الكلمات: باركي يا نفسي الرب ولا تنسي جميع حسناته. أمين.